لا تسمح لأي مخلوق أن يحبطك، لا فكرياً ولا عملياً ولا عاطفياً، ولا تسمح لهم أن يأخذوك إلى زاوية التعساء. قلوب الناس صناديق لا تعرفها إلا إذا اقتربت منها وتعاملت معها وعرفت قيمة أصحابها. فقيمة الإنسان ومبادئه لا تقاس بثمن، والحب والاحترام لا يشترى بمال. فطيبتك وصدقك وأخلاقك تكسبك الاحترام وتجعلك محبوبا بين الناس. ومهما امتلأت خزائنك بالمال فلا فائدة منها إلا إذا اقترنت بالخلق، بحسن الخلق. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج بيت المصريين للموسم الخامس. النهاردة معانا حلقة مميزة جدا، حلقة عن الفريق الأبيض، فريق الكاراتيه، رياضة الكاراتيه منيا القمح بقيادة الكابتن عصام رجب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بفريقنا مكون من مجموعه من الابطال الكاراتيه، ازهار ورقيه وحسام ومعاذ. اهلا وسهلا بيكم، اتفضلوا قدموا نفسكم للمشاهدين. انا اسمي معاذ احمد محمد رفعت. في سنه كام؟ مدرسه ايه؟ انا عندي 9 سنين وفي سنه رابعه ومدرسه حسين رجب. اهلا وسهلا يا ماما، اتفضل يا حسام، علي صوتك شويه. انا اسمي حسام ياسر. الكاميرا بتاعتك. انا اسمي حسام ياسر. ايوه. عندي 11 سنه، في مدرسه التحرير. اهلا وسهلا يا حسام، اتفضلي رقيه. انا اسمي رقيه محمد. ايوه. عندي 7 سنين، في مدرسه التحرير. اهلا وسهلا. ازهار طبعا، ازهار فنانه ونجمه ذا فويس، وهنسمع صوتها ان شاء الله في نهايه الفقره. اتفضلي يا ازهار. انا اسمي ازهار عصام. ايوه. من منيا القمح. وعندي 10 سنين. في سنه 5، في مدرسه الحريه. اهلا وسهلا يا ازهار. كابتن عصام اتفضل. عصام رجب، مدرب كاراتيه بمنيا القمح من سنه 81. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه بقى احب اعرف من حضرتك، ليه انتشرت في الاونه الاخيره دي المتدربين والاقبال الشديد على لعبه الكاراتيه؟ هو بيبقى وعي من ولي الامر، لان ولي الامر دلوقتي بقى مهتم جدا بابنائه ان هم يتمرنوا رياضه، لان الرياضه طبعا معروفه انها بتنمي الشخصيه وبتنمي العقل وبيبقى والصحه. هي الرياضه لاجل الرياضه ولا عشان هي لعبه دفاع عن النفس ولعبه جميله؟ والله هي عشان الظواهر المنتشره حاليا، هي الـ الـ سواء للبنت في او في المقام للولد. الاول بيبقى المنافسه. تمام. وبعد من كده المقام الثاني بقى اللي هو يعني لو في حد مثلا تعرض لبنت الولد في الشارع. أيوة. من الحاجه دي بيتعامل معاها. انما هو في المقام الاول المنافسه، والمنافسه بتعلمه التحدي، ان هو يبقى متحدي ويتحدي نفسه. تمام. تحدى النجاح وعايز يبقى ناجح. وحضرتك اخترت ليه تدريب لعبه الكاراتيه بالذات؟ هو انا من 81 وانا شغال في المجال دوت، والحمد لله طلع من عندي ابطال كتيره جدا. بس حبيت اللعبه لان لعبه جميله وفي نفس الوقت فيها تسامح وفيها قوه وفيها شراسه. فاستمريت في انك بالظبط حضرتك تتدرب. تمام. الابطال حبايبي، ايه بقى اللي حببكم في لعبه الكاراتيه؟ ومن قد ايه بتلعب كاراتيه؟ هم اللي قالوا لك تلعب كاراتيه ولا انت اللي حبيتها وهم شجعوك عليها؟ انا حبيتها وهم شجعوني عليها. شجعوك في الاستمرار. ما قالوا لكش دي لعبه عنيفه، ابعد عنها، تاخد ضربه كده ولا كده ولا اي حاجه؟ لا. تمام. تمام. دي له حسام. اي حسام، وانت مين شجعك بقى على لعبه الكاراتيه؟ انا ماما اول حد شجعني في تدريب الكاراتيه، وبعد ما رحت عند الكابتن عصام وشفت تعامله وادائه معانا حبيت الكاراتيه جدا. من امتى بقى؟ من قد ايه بتلعب كاراتيه؟ من وانا عندي 4 سنوات. تمام، من فتره يعني. تمام. رقيه، وانت يا رقيه؟
ايه اللي حبيبك بقى في اللعبه؟ من ماما. قد ايه؟ ماما وبابا. من قد ايه بتلعبي كاراتيه؟ ايه وانا عندي 6 سنين. من وانت عندك 6 سنين، تمام. مين مثلك الاعلى في لعبه الكاراتيه؟ انا. اللي حابه شايفاه قدامك مثل واخداه في لعبه الكاراتيه قدامك، حبيبك في اللعبه؟ ماما. ماما. ماما بتلعب كاراتيه؟ بتلعب ماما. برافو عليكي. زهر. يا زهر، من قد ايه بقى بتلعبي كاراتيه؟ انا وانا عندي 3 سنين ونص. حبيت الكاراتيه جدا يعني. متعدده المواهب انت يا زهر، عندك موهبه ايه تاني؟ الغناء. ايوه. والشعر والتمثيل. وصلت لفين في الغناء بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي وصلت ذا فويس كيدز. بعده ولا هتكملي فيه على طول ان شاء الله؟ انت وصلت للتصفيات؟ لا انا خلاص خرجت منه. ايوه تمام، وصلت النهائي. وبعدين ده يوم 28 مسابقه في الشباب والرياضه، هتكمل فيه. طب يلا بقى نعمل عرض كده، ورونا للساده المشاهدين نعمل عرض كاراتيه. اتفضلوا سيبوا المايك، يلا ورونا الحاجات الحلوه كده. انا حتى غيرت منكم لبس ابيض معاكم، يلا. ايوه. خلي 2 قدام و2 ورا. لا لا اطلعي، ارجعي لورا، ارجعي لورا شويه. ازهار خليكي زي ما انت، ارجعي لورا شويه. يلا اشتغل جدا براي. اللي قدام اوزوكي مرتين، 1 2. ايوه برافو. الله الله. ايه الجمال ده؟ ايوه برافو برافو. ايوه. ايه العرض الجميل ده؟ تمام. برافو 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 عليكم، ابدعتم. بسم الله ما شاء الله. نسمع بقى حاجه من ازهار بما انها فنانه كبيره طبعا ونجمه ذا فويس ومشرفانا النهارده، فلازم نختم ونسمع حاجه من ازهار. اتفضلي. اقول كل غنوه. ايوه. للفنانه ورده. قولي حبيبه قلبي. كل غنوة عالفرح كانت، عالجرح كانت، عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل غنوة عالفرح كانت، عالجرح كانت، عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل دمعة دمعة دمعة، كل دمعة دمعة دمعة، عالخد سالت عالرمش دامت، في عيون ما نامت من الدنيا هانت، وجرح الهوى مالوش دوا، مالوش دوا إلا بحنانك. قد كل كلام في الحب اتقال، في الصبر اتقال، بحب
صغرون سنين ما بنام وبقول موال بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد شوف قد ايه بحبك. شكرا يا ازهار، صوتك رائع رائع رائع، نورتونا وشرفتونا النهارده، ودايما اللحظات الجميله بتعدي بسرعه، ولينا حلقات ان شاء الله قادمه مع بعض. وبنشكركم النهارده ان شرفتونا. من اتقن الصبر لن تكسره الحياه، ومن عرف قيمه الحب في الله تهون عليه التضحيات، ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بيت المصريين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.